الأشواط المستمرة والرقص مع الكبار في ميدان المرموب عبر شاشة دبي ريسنج وتحفة الميادين. أشواطنا المستمرة بالحماس وبهذه الأسماء الجميلة وهذه الدرر من الأصالة التي تشارك في هذا المساء بإنجازاتها الرائعة والجميلة. شوطنا الثامن الذي أعلنت قبل قليل بداية انطلاقته وهو الخاص بزمول المهجنات بشعارات أصحاب السمو الشيوخ الذي تتشكل في ألوانها وبانطلاقتها الجميلة. نسير مباشرة إلى المركز الأول والسيطرة هناك مع براق على مقدمة الشوط لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، عامر بن حمود بن دعفوس المنصوري في تضميره نقله على المركز الثاني، وهملول يأتي في المركز الثاني لمعالي الشيخ محمد بن بطيع الحامد، مختار بن أحمد هناك من يتابع هذا التضمير وهذه الانطلاقة مع هملول على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث هناك بشعار هجن العاصفة مشاهدينا متابعينا الكرام حمد بن راشد بن غدير أرجنت هناك يأتي على المركز الثالث، أرجنت من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير، بينما المركز الرابع ناتي إلى رابع المراكز وبن القزعفران في المركز الرابع لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، سعيد بن عبيد الحميري يقود في تضمير، وهنا يتواجد مشاهدينا متابعينا الكرام. بنشوف مشاهدينا متابعينا الكرام اللي ياتي في المركز الخامس، هنا ياتي شداد مشاهدينا الاعزاء ينطلق الى المركز الخامس من هجن العاصفه حمد بن راشد بن غدير يضمره، بينما المركز السادس أرجنت والأرجنت سريع اسم على مسمى وهو أرجنت في أداه، أرجنت في انطلاقته في سرعته الرائعة في سرعته وانطلاقاته. يا سلام يا العاصفة، العاصفة وهجنها يبدأ السباق وينتهي. يا سلام يا سلام يا سلام، هناك ينطلق مشاهدينا الأعزاء أرجنت في هذا الانطلاق، هذه هجن العاصفة، هجن الشتاء والصيف، نواميس تصبحها نواميس تمسيها في هذه الانطلاقات بداية هذا الموسم الرائع. جماهير العاصفة هنا متابعين في هذا الانطلاق، متابعين في هذه التحديات الجميلة مع هذا الانطلاق. تهانينا على فوز أرجنت مشاهدينا متابعينا الكرام لهجن العاصفة، تهانينا لمالك هجن العاصفة سيدي واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير على المحافظة على المتابعة في هذه الانطلاقات ومع شعار هجن العاصفة. المركز الثاني وصل في ثاني المراكز هناك لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مشاهدينا الأعزاء اللي هو شاهين، والمركز الثالث لمن هجن العاصفة شداد. أما المركز الرابع بشوفنا وصل في المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، والمركز الخامس لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. هكذا كان مساري هذا الشوط الجميل، وكان أرجنت الأجمل في الأداء وفي الانطلاق. توقيت الزمني في 6 كيلومترات، قطع المسافة في 9 دقائق و57 ثانية و5 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا حمد بن راشد بن غدير على هذا الفوز، بينما وصل في المركز الثاني في الأمتار الأخيرة شاهين كذلك قدم أداء جميل، 9 دقائق 59 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، تهانينا لسيف بن عمير العميمي، بينما هناك المركز الثالث 10 دقائق وثانية وجزء 1 من الثانية اللي هو شداد من هجن العاصفة. تهانينا وتهانينا لحمد بن راشد بن غدير. هكذا كان مساري هذا الشوط الجميل وهذه التحديات الرائعة. شوط ينتهي بالأثارة وشوط يبدأ بحماس آخر ليجدد لنا رقص هذا المساء، والرقص مع الكبار دائما جميل ورائع. أشواطنا